ولمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيدة الدكتورة جهاد الفاضل عضو مجلس الشورى. مساء الخير دكتورة. مساء النور. يا هلا دكتورة. يعني استلهمتم لا شك فكرة الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية في بداية دور الانعقاد الحالي للمجلس. يعني لو تحدثينا باستفاضة أكثر حول فكرة الاقتراح وأهدافه بشكل رئيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما تفضلت أخي الكريم، هذا المقترح جاء ترجمة للتوجيهات الملكية الحكيمة اللي أطلقها سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه في كلمته السامية بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس بضرورة وضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، وكذلك توجيهاته السامية في افتتاح دور الانعقاد الثالث للمؤسسات الاستثمارية الحكومية والخاصة بتوجيه رؤوس أموالها في مجال تأمين الاكتفاء الغذائي وغيرها من مجالات تنموية. هذا التشريع يسهم بشكل كبير في تحقيق مزيد من الأمن السلعي بالمجتمع، وسيحمي الاقتصاد الوطني من أي ممارسات ضارة مثل احتكار السلع أو المضاربة في أسعارها، لأن المخزون الاستراتيجي سيضمن متابعة الجهة الحكومية مع القطاع الخاص بتوافر السلع، وكذلك سيضمن عدم انخفاض توفر السلع عن حد معين، وهذه أطلقنا عليه في القانون مصطلح نسبة الأمان. طبعا كل ذلك من أجل ضمان توفر كميات مناسبة وكميات آمنة من السلع الضرورية بالسوق، ونقصد بالسلع هي السلع الغذائية وغير الغذائية المهمة. كذلك ينص هذا القانون على أنه في حالات الأزمات أو الظروف الاستثنائية أو كل ما يهدد مخزون الأمان، فقد أجاز التشريع للوزير المختص اتخاذ كافة الإجراءات الوقتية لمواجهة النقص وسد العجز. مثلا يمكن للوزير المعني حظر تصدير السلع، أو طبعا حظر تصدير السلع في حال يعني نزلت عن نسبة الأمان، فبالتالي يعني يصدر حظر تصديرها، أو فرض قيود على تصديرها مؤقتا، أو إصدار تنبيهات. وراعى التشريع أيضا تأمين حقوق المستهلكين والقطاع الخاص والجهة الحكومية المختصة. نعم سعادة الدكتورة جهاد الفاضل عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا.